بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة بواسطة لغة بايثون. في هذه المحاضرة راح نشرح الفور لوب، وطبعا نكمل اللوب اللي بدأنا بشرحه من المحاضرة السابقة، وطبعا تكلمنا عن الوايل. اليوم راح نتكلم عن الفور. الفور هي أسهل بالاستخدام من الوايل، وطبعا ممكن نستخدمها أيضا بعمليات التكرار التسلسلي. مثلا عندنا list، هذا list بمجموعة من الأسماء، مثلا اسم list name مجموعة من الأسماء، مثلا علي وطبعا طه محمد وسلام. طبعا ممكن يعني تكون أقواس double quotation. هذا هو list. لو حبينا نطبع هذا list من خلال الأمر print name، وطبعا نجري run إذا لاحظ أن هذا list تم طباعته، ولكن بطريقة الكود بطريقة المصفوفة. طيب أما لو حبينا نطبعه بواسطة اللوب بالطريقة الاعتيادية الصحيحة، بإمكاننا نستخدم الفور من خلال نكتب فور، ومن ثم يجب أن نضع متغير جديد للفور، مثلا راح أسميه nm مثلا أو مثلا num. أي اسم للمتغير فور ضروري أنه نضيفه. بعدها نكتب in ونكتب المتغير اللي نريد نعرضه، المتغير الأصلي اللي هو name بهذا الشكل، وطبعا نقطتين شارحة نعيد. نكتب فور هذه الصيغة، متغير جديد نخليه هذا المتغير يكون متغير لازم فارغ وموجود سابقا بأي اسم، n ثابتة اسم المتغير اللي نريد نستعرض المصفوف أو اللي نريد نستعرض معلوماته. طيب ومن ثم راح نكتب print وراح نطبع المتغير اللي تم وضعه حاليا، تم صناعته جديد، هذا المتغير اللي هو بداية الفور هو اللي راح يتم طباعته. وطبعا هذا المتغير او الفور راح تاخذ المتغير الاصلي اللي هو اللي بيه المعلومات. راح نجي هنا نجري عملية الرن، اذا لاحظ انه راح يستعرض لنا الملفات او البيانات علي بهاء محمد سلام بالطريقة الصحيحة، بطريقة اعتيادية، بطريقة اللي هي طبعا راح تكون للمستخدم، يعني المستخدم ما راح يشوف المعلومات بهذه الطريقة، طريقة الكود راح يشوفها بهذه الطريقة. لذلك عندما نريد نستعرض المعلومات او نستعرض الليست ما نستعرضها بشكل مباشر من خلال البرنت، لا نستعرضها من خلال الفور حتى يتم مشاهدة البيانات بشكل صحيح. طيب فرق الفور عن الوايل ان الوايل هنالك شرط للتوقف، اما الفور لا يوجد شرط للتوقف، بينما تعرض المعلومات كلها بشكل متسلسل، لذلك انه فرقها عن الوايل فقط هو شرط التوقف. جيد، اكو عندنا بعض الامور اللي ممكن نضيفها للفور اللي هن مثلا الكونتينيو والبريك. طيب طبعا حتى نستخدم الكونتينيو او البريك قبل البرنت راح نجي نكتب نضيف الدالة اف، هذه هي الطريقة نكتب if، وطبعا راح نكتب المتغير if، هذا المتغير اللي هو اللي انشأناه للوب num يساوي يساوي مثلا بهاء في هذا الشكل، اذا كان المتغير يساوي بهاء موجود يعني راح يبدي يعرض لنا، اذا وصل لبهاء راح يعمل لنا continue. شنو يعني continue؟ يعني اذا لقى المتغير بهاء راح يكمل لنا من بهاء فما فوق ويهمل قبل بهاء. طيب ممكن نجري العملية، ممكن نحذف هذا المتغير ما نحتاج له بالبداية، نجي الى الرن فقط انه هنا نحتاج نقطتين شارحة ونجري رن بهذا الشكل، اذا لاحظ انه علي محمد سلام المتغير كونتينيو راح يهمل الجزء اللي احنا راح نحدده بالكونتينيو، راح نكتب اف هذه هي الطريقة، ومن ثم متغير الفور ضروري نكتب متغير الفور يساوي يساوي هذا المتغير الفور، اذا كان يساوي يساوي بهاء يعني مثلا نكتب هنا بهاء راح بالاسفل نكتب كونتينيو
بهذه الطريقة نكتب continue. طيب أي بمعنى if num هذا المتغير، إذا كان هذا المتغير اللي هو الفور يساوي بها راح يهمل بها ويطبع لنا القوائم أو القائمة الأخرى. طبعا نجري run.